السلام عليكم. بعد ما تكلمت لكم في الموضوع اللي قبل على كيفاش ممكن نبدلوا المومبران ديال الشوفو فاغور، اليوم غنتكلم لكم على كيف الطريقه كيفاش نديبوشيو الشوفو باش كيكون عامر بالكالكير، اللي هي طريقه سهله وبسيطه. اللي غنحتاجو فيها طرنوفيس ميريكان، يبان ساكاز، لاحظوا معايا، نحيد هاد الفران، هذا الديسك اللي كيكون هنا شاد الكارطيرة ديالنا، كنحلو هاد الجهة تاع الراكو. نحلو هاد الفران، هذا كما كتشوفو معايا، اللي بغيت نقول لكم فاش كنسرحو الشوفو كنسرحو غير الرادياتور، غير هذا هنا فين كيدوز الماء، هادو هما كيكونو مبوشين لتحت، ما عندها حتى شي علاقة بالديبوشاج باش تسرحو. المهم كتحيدو هاد الفرنسا هادو هما، و هاهو الرادياتور كما كتشوفو معايا، دابا غنوريكم الطريقة كيفاش يتسرح و نتلاقاو ان شاء الله.
من بعد ما سرحنا الرادياتور كما شفتوا معايا، دابا غنردوه بلاصتو بهذه الطريقة. نردو له هذه نردو هاد الفرانات ديالو للرادياتور، وهانتوما كتشوفو معايا. نردو هاد الفيسات اللي كيشدينا الكارطيرة ديالنا باش مبقاش تزعزع. هانتوما كتشوفو معايا كيما كتلاحظو معايا، طريقة سهلة وبسيطة. وما تنساوش تابونو معايا في لاشين ديال اليوتيوب لومبي مهدي، ولا عندو شي تساؤل أو استفسار يخليه في التعليق نجاوبو عليه إن شاء الله.